بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا وسهلا بحضراتكم. الاهلي بيفوز على مصر المقصه برباعيه نظيفه، رباعيه واداء جميل جدا وتصدر الدوري. احلى حاجه حصلت النهارده ان الاهلي بعد الفوز ده بيتصدر الدوري. تصدر الاهلي للدوري من 8 ماتشات فيهم 22 نقطه. انا بدات اعمل اسبكت كتير لموسيماني، وبالذات بصراحه لما عمل تشكيل النهارده ريح فيه لعيبه زي محمد هاني، واتمنى انه يكون مريح محمد عبد المنعم، لعيب زي رامي ربيعه وياسر ابراهيم اللي بالنسبه لي عمنا بيلعب على اي حد فيهم ماتش سان داونز اللي جاي، ولعب بكريم فؤاد ولعب محمود وحيد لاصابه علي معلول. نص الملعب النهارده كان مريح فيه عمرو السوليه، وكان حاطط فيه اليو وقفشه وحمدي فتحي، وطبعا كان بيلعب بميكي، وكان بيلعب بحسين الشحات ومحمد شريف. ميكي النهارده عمل مباراه مميزه جدا. ميكي سوني على لعيب مميز، بس عايز شويه دعم من موسيماني، وعايز شويه دقايق، وعايز شويه صبر من الجمهور. والصبر ده بقى في مصر حاجه بالنسبه لنا صعبه جدا، ان احنا نصبر على لعيب. ليه؟ احنا جايبينك محترف يا باشا، عايزينك تنزل نينجا تطلع نار من بقك. فبصراحه النهارده اختيار موسيماني ان يلعب بلعيب زي ميكي اساسي ضد مصر المقصه اختيار محترم جدا. ليه بقى؟ مصر المقصه فرقه ضعيفه؟ طبعا فرقه ضعيفه. مصر المقصه السنه دي فرقه كلها التارجت بتاعها او الهم بتاعها ان هي تهرب من الهبوط. بجد والله مصر المقصه من ساعه شركه مصر المقصه ما تخلت عن مصر المقصه ورجعنا الفرقه تاني لفرقه هويدي، ورجعنا الكلام الكتير على الماديات، والفرقه مدينه شركه مصر المقصه ب 100 مليون ومش عارفه تاخد الفلوس منها ازاي، وجوده اللعيبه بدات تنزل، والمديرين الفنيين عمالين يتغيروا علشان خاطر ما فيش فلوس في النادي. فالدنيا بالنسبه للمقصه صعبه جدا. غير النتائج مثلا، يعني لو دورت على مصر المقصه اخر 5 ماتشات هتلاقي ان مصر المقصه ما جابش جون واحد. والله بجد، يعني مصر المقصه مثلا لو قعدت تدور على الماتشات اللي فاتت بالنسبه لمصر المقصه، طلائع الجيش عدل 0-0، انبي اتعادل 0-0، بيراميدز اتغلب 2-0، الاتحاد السكندري اتعادل 0-0، اتغلب من فيوتشر 1-0. فانت بتتكلم قدام فرقه خلصانه، وبصراحه فكره انك تدي الميكي قدام فرقه زي دي، صل على النبي عليك يا معلم، بسم الله ما شاء الله. بدينا احنا ان احنا نريح لعيبه، وبدينا نفكر لماتش سان داونز اللي جاي. عيني عليك برضه، الله يا عم موسى عيني عليك برضه، يا رب تستمر زي ما انت كده. وبصراحه ميكي قدم مباراه كويسه. الهدف الاول اعطاله ثقه، الهدف الثاني الانطلاقه، وبعد كده الترويض العالمي. انا بالنسبه لي الجون الثاني ده كله استلام اساسا، الاستلام الجميل جدا. الجون الثالث اللي جابه حسين الشحات، الشحات كان محتاج ان هو يسجل، وقفشه محتاج ان هو يسجل. قفشه والشحات في كلام كتير قوي عليهم الفتره الاخيره، فقفشه والشحات اهم حاجه ان هم يسجلوا اهداف، علشان خاطر الاهداف هي اللي بتخلي الجمهور يرجع تاني يفتكرك بالحاجات الحلوه. لان ميكي الناس تنسى كل الفتره القديمه لميكي، وهتفتكر النهارده ان الراجل سجل هدفين. الناس هتنسى كل حاجه للعيب مجرد ما بيسجل هدف. ميكي النهارده سجل هدف. كريم فؤاد عمل مباراه مميزه جدا، هجوميه دفاعيا كان مميز. محمد الشناوي نقول له عوده حميده وحمد لله على السلامه يا الشناوي. التغييرات بتاعه موسيماني، نزل في 54 بالسلامه كان حمدي فتحي، بيريح حمدي فتحي، نزل احمد عبد القادر مكان ميكي بعد ما سجل هدفين، محمد محمود مكان مجدي قفشه، زياد طارق اللي سجل الهدف الرابع. وفكره انك محتفظ بزياد طارق بتخليني برضو ارفع لك الريسبكت وارفع لك الشوله، لان انا كان عندي يقين انك مش هتكمل بولا لعيب من اللعيبه الصغيره، ومع ذلك انت كملت بزياد طارق وعطيت فرصه لزياد طارق في الماتشات. والولد لعيب مميز جدا، وان شاء الله باذن الله يكون واحد من اهم الاضافات والاجنحه اللي موجوده في الاهلي الفتره القادمه. حسام حسن نزل مكان محمد شريف في الدقيقة 73. حسام حسن لعب كرة جميلة بس جت في العرض. حسام حسن من البروفايلات اللي هو بعتبره فيرود بجد. محمد شريف فيرود ومهاجم كويس وهداف، بس بالنسبة لنا مش بروفايل فيرود، عكس لعيب زي حسام حسن. ومش بروفايل فيرود دي مش تقليل محمد شريف ولا حاجة، هو راجل بيجيب جون كتير، بس هو مش بروفايل فيرود، مش راجل مميز في الكرات العرضية زي لعيب زي حسام حسن. مش بروفايل مهاجم صندوق. مهاجم صندوق الأهلي محتاج مهاجم صندوق في ماتشات بتكون مقفولة تلعب عرضيات فيها لحسام. حسام لو سجل وبدأ يرجع والمكنة بدأت تجيب، حسام هيكون لعيب من المؤثرين جدا في النادي الأهلي. فوز جميل جدا للنادي الأهلي النهارده قدام مصر المقصة، فوز بيديك ثقة ودفعة معنوية أنت كنت عايزها قدام فرقة زي سان داونز الماتش الجاي. نتمنى كل التوفيق للنادي الأهلي، نتمنى لو عجبك الفيديو تعمل لايك، ما عجبكش الفيديو فرأيك واحترم.